يمسك الكره الهاني سليمان. تتلعب طويله واماميه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يخطف يخطف صديق، يخطف صديق اوجولا بكوره حيره كده يغلط فيها الدفاع، وصديق اوجولا يحطها لوب من فوق عامر عامر. سموحه يتقدم بالهدف الاول صديق اوجولا، ويا فرحتك يا عبد الحميد يا بسيوني، يسرق الهدف سرقه كده في اللقطه اللي فاتت. و85 ادي الكوره، شوف هنا بقى احمد محسن بيعمل ايه، احمد محسن سابها وعامر عامر طلع، لكن صديق اوجولا يلعبها لوب. شوف كوره غير متوقعه تماما، ولكن صديق اوجولا ضغط وخدها ولعبها لوب. احمد محسن يعني يخطئ، وهنا عامر عامر يتقدم بدري، ولكن صديق اوجولا يتدخل ويلعبها من فوق عامر عامر. اول اهداف المباراه لسموحه، 1-0 1-0 احمد محسن. وشوف هنا البدري يعني تهرب من الهبوط، هتقرب منه. عندنا غزل المحلة عنده 30 نقطة، والجونة وإسترن كامباني عندهم 27 نقطة. إم بي النهاردة متقدم هيقفز ل 34، وكرة خطورة جوه منطقة الجزاء لكن تطلع. والإسماعيلي والمصري 32، والاتحاد السكندري والمصري يعني بيقربوا. اتلعبت الكورة وصلت على الطرف الأيسر، تتمرر من جديد، وهنا المحاولة من شادي حسين، هتتمرر. ادي الكورة ادي الكورة ادي الكورة لحمزة مجدي، حمزة مجدي يسجل التعادل، يسجل التعادل حمزة مجدي، حمزة مجدي هو اللي بيسجل التعادل دلوقتي لمصلحة نادي سيراميكا كليوباترا، وبيكافئ الكابتن احمد سامي. حمزة مجدي يسجل جديد، 1-1 في الدقيقة 90، حمزة مجدي هو اللي بيرجع. شوف هنا الكرة العرضية، وادي هنا المحاولة والتسديدة، شوف الكرة مر هنا شادي حسين، عدى يا ولد عدى يا ولد، شادي حسين عدى ولعب الكرة بره المنطقة، حلوة لحمزة مجدي اللي سجل الهدف الأول وهدف التعادل لمصلحة نادي سيراميكا كليوباترا. 1-1 يعني. انا عايز اسال سؤال، كان فين الكلام ده من بدري يا جماعه؟ يعني ماشي نجيب اجوان ونلعب وهنشوف.